والعرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل قد استوى على العرش. قال وهو رب العرش العظيم. أضيفت الربوبية هنا إلى العرش مع أنه جل وعلا رب كل شيء، وهذه الإضافة من باب التخصيص والتفضيل والتشريف لمن؟ العرش. والعرش باختصار كما جاءت بذلك النصوص هو سرير له قوائم، ليس بفلك مستدير كما يقوله البعض، وإنما هو ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو أكبر المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، وهو كالقبة على العالم. وقد جاء في المسند ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية من أن حامليه أربعة على صورة رجل وثور ونسر وليث، ولا يلزم أن يحصى العدد في هذا، فقد يزيدون أو يزيدهم الله عز وجل في يوم القيامة، وهذا مصداق قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ووصف هنا العرش بأنه عظيم، ووصف في آخر سورة المؤمنون بأنه كريم، ووصف في سورة البروج بأنه مجيد على قراءة الخفض ذو العرش المجيدي، فتكون صفة للعرش، لكن ما نقرأ به الآن مضمومة ذو العرش المجيد، فالمجيد على قراءة الرفع صفة لله عز وجل. فنخلص من هذا إلى أن العرش وصف بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد.